ماهر، هل يجب ان يتم مناقشه هذا الموضوع في الاعلام؟ بمعنى ان هل نستنى لغايه لما نشوف البوادر القادمه ايه، ولا يجب ان يكون عند اللجنه الخماسيه عندها زي ما الكباتن اجمعوا ان يجب ان يكون هناك بديل واثنين وثلاثه واربعه ويتم مناقشتها مع اصحاب القرار؟ ما هو طبعا اللجنه الخماسيه في النهايه هم اصحاب القرار، ولكن هناك اكثر من 200 نادي بيلعبوا في كل الدرجات المختلفه سواء اولى او ثانيه او ثالثه او رابعه، من حقهم ان هم يبدوا اقتراحاتهم خلال الفتره القادمه برضه. اكيد اسلام اللي انت بتتكلم فيه ده كلام مظبوط، والكباتن اللي اتكلموا فيه ده بيرجع للاداره، بيرجع للتخطيط. احنا كان طبعا توليت اللجنه وكنا متبسرين خير في اللجنه ان هي لجنه انتقاليه، اي نعم لكن طبعا بتشمل عناصر كلها، يعني فيها لعبه كوره وعناصر فيها يعني راجل بنكير رئيس الاتحاد، والعناصر اللي موجوده كلها مارست اللعبه قبل كده وعندها شيء من الفكر وشيء من التنظيم اللي هو يقدر ينقلنا او يقدر يطور من الكره المصريه. عايز اقول لك طبعا بتبقى لجنه من ضمن اللجنات اللي فيها الازمات، يعني زي من الحكومه لجنه الازمات، الحكومه قدرت تستوعب الدرس من بدري لفيروس كورونا، وبدات الدوله تشتغل من المؤسسات الكبيره لحد يمكن المؤسسه الطبيه اللي احنا بنعتبرهم جنود، وجنود طبعا في الصف الاول وعليهم دور كبير جدا. فالحكومه استوعبت هذا الكلام وبدات تبدا من ناحيه المؤسسات الكبيره تبدا توضب نفسها عشان تدافع على الفيروس اللي جاي اللي هو جديد علينا. فانا عايز اقول لك ان حصل نوع من التركيز بشكل كبير جدا، وده واضح من تخطيط الدوله ومحاربه هذا الفيروس. احنا بالنسبه لنا كرياضه مهم جدا يبقى عندنا زي ما الكباتن قالوا عندنا استراتيجيه رقم 2 رقم 3 في حاله لو ربنا قدر خلال الفتره القادمه ان بالنسبه ل قدرنا نقدر نسيطر على الفيروس بشكل كبير جدا ويحصل في امان بالنسبه للصحه العامه بالنسبه للمصريين والعالم كله، اكيد اسلام اتحاد الكوره هيبدا يعلن. بس انا عندي احساس ان اتحاد الكوره مستني الاتحاد الدولي، يعني الام او الجهه الاكبر هي اللي ممكن تقدر تدي امتى يبدا النشاط الرياضي على مستوى العالم. وبعد كده من خلال البداية بيبقى انت عندك امتى الوقت والتوقيت اللي انت هتشتغل من خلاله، يعني احنا شايفين ان احنا في اجل لغير مسمى بالنسبة للدور العام لحد شهر ابريل، واضح قوي ان احنا لحد شهر ابريل واضح ان مفيش اي حاجة. لكن زي ما الكباتن قال وانت قلت لازم يبقى في استراتيجية موجودة وتقدر تتناقش من خلالها مع الاندية. انت عندك ما شاء الله اكتر من 200 نادي، ممكن يحصل اجتماع في وسط السكه لرؤساء الانديه مثلا للدوري الممتاز، لانه ده اقرب حاجه الدوري الممتاز اللي هو يقدر يرجع، لكن القطاع اللي تحت شايف انه انتهى بالنسبه لقطاع الناشئين، خلاص الموسم خلص بالنسبه له. فانت عندك دلوقتي هيبقى القسم الاول والقسم الثاني والقسم الثالث، هم دول اللي عندهم مشاكل هل الموسم هيكمل بالنسبه لهم ولا هيبقى نهايه الموسم بالنسبه لهم خلال الفتره اللي جايه. فأنا شايف إن مهم جدا اللجنة الخماسية تقعد مع رؤساء الأندية ويبدأوا يبقى عندهم يعني خريطة وعندهم بلان يقدروا يشتغلوا من خلاله لو الأمور كانت الفترة اللي جاية الحمد لله قدرنا إن احنا نوصل نسيطر على الفيروس، ممكن النشاط يبدأ يوم كذا بتاريخ كذا أو يحصل تأجيل للمرحلة بعد كده. لكن عايز اقول لك يا اسلام الواضح ان مفيش الغاء، يعني الواضح من الكلام ان مفيش الغاء للدوري، ان الدوري هيستكمل خلال الفترة اللي جاية على اللي نهى عليه. حتة الالغاء دي طبعا هتدخلنا في مشاكل كتيرة جدا بالنسبة للموسم الجديد، زي ما انت قلت محتاجة برضه كمان ماذا لو زي ما اسلام بيقول، ما هو ده اللي احنا عايزينه. ماذا لو مش هنلعب، لو هنلعب بدري، هو بنسأل دلوقتي الاستراتيجيه اللي هتبقى في الحالتين زي ما انت قلت وتفضلت برضه لازم يبقى يكون في تحضيرات دلوقتي مع الانديه مع الدنيا كلها.